السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. معكم المهندس محمد الصعيدي. اليوم بإذن الله تعالى هنبلش في سلسلة من الدروس التعليمية لبرنامج الووتر كاد فيرجن 8. اليوم طبعا هنتطرق على اللي هو الدرس الأول، وهو جنرال انتروداكشن للبرنامج أو للدورة. بإذن الله تعالى هنكون مستمرين في الدروس إن شاء الله تعالى. في البداية يا باشمهندسين، وكالعادة بحب أستعرض صفحتي أو الصفحة الخاصة بالدروس التعليمية لطلاب الهندسة المدنية. طبعا هذا جروب موجود على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإمكانك تبحث عنه دروس تعليمية لطلاب الهندسة المدنية، أو بإمكانك تفوت عبر الرابط المطرش حاليا على الشاشة. طبعا من خلال هذا الدروس بتم تنزيل الفيديوهات، أو بتم طرح أي استفسار، وإن شاء الله تعالى بنقوم بالإجابة على هذا الاستفسار. طيب، في البداية لو بدنا نفوت على نبذة عن البرنامج، برنامج الووتر كاد فيرجن 8 من أشهر البرامج التي تقوم بعملية تحليل وتصميم شبكات المياه. طبعا هنعرف شو يعني تحليل شبكات المياه، وهنعرف شو يعني تصميم شبكات المياه، وهو من إصدار الشركة المشهورة بنتلي. تمام؟ من أشهر مميزات برنامج الووتر كاد سهولة استخدامه، سهل جدا في استخدامه، ولكن هو محتاج فقط ممارسة وبروسيجر معينة وخطوات معينة لإجراء عملية التحليل والتصميم لشبكات المياه. هنتعرف على هيك إن شاء الله بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. بالنسبة للووتر كاد انستليشن، طبعا الووتر كاد انستليشن معتمد على يعني أكثر من نسخة. تمام، في عندك النسخة اللي بيكون مكتوب سيلكت سيريز 1، وفي سيلكت سيريز 2 إلى سيلكت سيريز 4. تمام، طبعا هذه النسخ حسب أنت الويندوز اللي عندك، أو حسب الجهاز الموجود عندك، شو الويندوز اللي نازل عليه. تمام، طبعا أنا يعني بنصح قبل ما أنت تنزل البرنامج إنك تبحث عن الإصدار الملائم لجهازك عشان ينزل البرنامج بصورة صحيحة ويتم الكراك له بصورة فعالة. وإن شاء الله طبعا خلال الدورة من الممكن إني أعرض يعني لكل فيرجن أو لكل نسخة من نسخ الويندوز، أو لكل نسخة من يعني اصدارات الويندوز، ممكن اعرض الاوتوكاد او الووتر كاد الملائم له، ولكن طبعا هذا عن طريق الجروب ان شاء الله بنرد على اي استفسار بصلنا بهذا الخصوص. في البدايه كيفيه فتح برنامج الووتر كاد. طبعا بعد ما تثبت البرنامج على جهازك الخاص، هتلاقي عندك ايقونه الووتر كاد ظهرت على سطح المكتب بالصوره التاليه: ووتر كاد فيرجن 8 اي. تمام، بالنسبة لمحتويات الدورة، وهذا الإشي المهم في لقاء أو في هذه المحاضرة، في هذه الدورة إن شاء الله حيتم التطرق إلى المواضيع التالية أو إلى النقاط التالية. في البداية مقدمة عامة عن شبكات المياه، ده حتكون إن شاء الله في اللي هو الليكتشر القادمة. البند الثاني حيكون البدء في التعرف على واجهة البرنامج، حنشوف واجهة البرنامج، ولكن حنفتح البرنامج بنشوف الواجهة، نتعرف على الأدوات والتولز في الليكتشر الجاي بإذن الله تعالى. هنتعرف على تطبيق أمثلة لمشاريع صغيرة، هنشوف مشاريع صغيرة يعني تحتوي على عدد معين من البايت وعدد معين من الجنكشن، وهنعرف شو يعني جنكشن وشو يعني بايت بإذن الله. هنتعرف على تحليل شبكات المياه وتصميم شبكات المياه، ومن ثم عرض النتائج وطباعتها وإخراجها للطباعة، وغيرها إن شاء الله من مواضيع بإذن الله تعالى تكون هامة بالنسبة لكم. البرنامج في صور بسيطة، هذه صور لشبكات المياه داخل البرنامج. طبعا انا حاليا مش يعني مش طالب منك انك الا فقط انك انت تشوف الصور بس مش اكتر، عشان تصير فاميليار مع شاشة الجهاز بس مش اكتر، او مع شاشة البرنامج. بالنسبة للجنكشن كنا نقصد فيها العلامات السمراء، هذه جنكشن. هنشوف طبعا انه كل بايب يحتاج 2 جنكشن، عشان تمام معايا طلب بايب 6 مثلا احتاج جنكشن 4 وجنكشن 6. هنعرف كيف نعمل هذا الكلام باستخدام البرنامج. بالإضافة إلى تلوين شبكات أو الإظهار لشبكات
او لشبكة البايب حسب الدياميتر او حسب القطر او حسب الفلو. هنشوف ان شاء الله باذن الله كل هذه الامور. بالنسبة لواجهة البرنامج الأساسية، طبعا هذه الواجهة الأساسية أول ما تكون داخل البرنامج هتظهر عندي، دبل كليك على البرنامج هيظهر عندي الواجهة الأساسية للبرنامج بالصورة التالية. طبعا درسنا اليوم هيكون كمقدمة أو كواجهة للدروس هيكون انتهى. أي استفسار يا باشمهندسين، بتمنى منكم عدم التردد في الاتصال على رقم الجوال المدرج حاليا على الشاشة أو من خلال التواصل معي عبر الإيميل الإلكتروني eng2012@hotmail.com أو من خلال زيارة صفحتي الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الدروس جميلة وواضحة بالنسبة للجميع. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.